على كل حال. طيب استاذ عبد الله، انت اليوم برايم؟ لا طال عمرك، انا اليوم عندي شكوى وعندك علوم من كبار. رفعت شكوى؟ يا رجال ما ادري والله ليش؟ انا بخصوص هالموضوع. طيب وش الاعداد؟ يعني يحتاج الى اعداد. لا لا لا، كل شيء الاعداد تكفى. لا لا، بكل الاعداد الصباحي ولا المسائي؟ لا لا لا، الاعداد الصباحي. او تخيل بعلمك. تخيل تفضل اسمعك. انا طال عمرك يعني عرفت اللي واحد بيفضفض. الان احنا الشباب اللي عندك هنا ترى ما عندنا خبر الا قبل 5 دقائق ان عندنا مطبخ. يعني قبل 5 دقائق يلا ما طق طق، يلا بسم الله روح المطبخ يا وحش، ابحر. ما تدرون؟ ما احد يدري ان فيه مطبخ. بس الاعداد الشباب اللي معنا ما قصروا، الله يبيض وجيهم للامانه. هم يمكن علموكم قبل وانتم نايمين او كذا؟ علمونا قبل 5 دقائق صادق، هي فتره طويله الحقيقه. طيب خذ هالتغريده عشان تصنع يومك.